متى سوف يتوقف كل ذلك؟ عندما يتم تنفيذ 4 نقاط: التطهير العرقي، هدم البنية التحتية، السيطرة على الموارد الطبيعية، الغاز والماء، وإخلاء المنطقة تماما من السكان. عندها فقط سوف يتوقف هذا العدوان. تطهير عرقي، نزع ملكية، سيطرة اقتصادية، سيطرة على الموارد الطبيعية. تطهير عرقي، نزع الملكية، سيطرة على الموارد الطبيعية والسيطرة الاقتصادية، وكذلك هدم كامل للبنية التحتية واستمرار العدوان حتى التخلص على أكبر قدر ممكن من تعداد السكان. الحرب اللي احنا شايفينها دلوقتي وما حدث في سوريا وكذلك كل الحروب القادمة هتكون حول مصادر الطاقة. اكتشافات قامت بها شركة بريتش جاز البريطانية من 25 سنة، الشاطئ الساحلي في غزة عامر بمصادر الغاز الطبيعي، وتم هناك تخطيط للاستيلاء على ثروات الفلسطينيين اللي هو حقول الغاز الموجودة دلوقتي غزة مارين 1 غزة مارين 2، وده بالتعاون مع الدول المجاورة وكذلك الاتحاد الأوروبي. ولتنفيذ هذا المشروع كمان كان هناك طمع إن لازم يكون من الشريط الساحلي بالامتداد بما يوازي إمكانية عمل استثمارات واستغلال الشاطئ في بناء مستعمرات ومشاريع سياحية. وعلشان يتنفذ هذا المخطط ضرورة التخلص من كل هذا الشريط بالكامل وما يوازيه. وعلشان أنا أعمل زي إحلال وتجديد أقوم عاملة إبادة عرقية وأشيل كل السكان اللي موجودين وحط إعلانات إن سيتم بناء مستعمرات، وهو ده اللي بنشوفه بيحصل دلوقتي وبيشاهده العالم أجمع. لو عقد جلسات أخرى من مجلس الأمن وكان هناك إقرار لوقف إطلاق النار، لن يكون ملزم لأي أحد ولن يتم تطبيقه على الأرض. Enforceable and no consequences for Israel, for example, if they don't abide by the ceasefire. My understanding is a non-binding resolution. لو كذلك تكررت جلسات الأمم المتحدة، لو خرجنا في تظاهرات ليل ونهار في الأيام الأخيرة، كان هناك مظاهرات في الأردن والمغرب والجزائر وتونس، وكمان خرجت نقابات في مصر في مظاهرات. كل ده يعني مش هيوقف المخطط طالما إن الدول المحيطة وخاصة الشرق الأوسط والدول العربية المحيطة بغزة لن تتدخل بأي شكل عسكري لحماية الفلسطينيين. كان المحتل بيسيطر على موارد الطاقة بالكامل في قطاع غزة، مش بس الغاز لأ كمان المياه. ومن سنوات أخيرة كان كل السكان في القطاع بيعانوا من مشكلة نقص حاد في المياه وانقطاع المياه، وبتيجي كل 6 أيام بيعبوا براميل، وكانت مأساة كبرى لأن لم يتمكن الفلسطينيين أو الغزاويين من الحصول على نصيبهم من ثرواتهم الطبيعية بسبب سيطرة الكيان المحتل عليها. وكذلك أصبح الآن ضرورة هدم البنية التحتية بالكامل والسيطرة عليها بحيث لا يكون هناك أي مجال للعودة. ما يتردد أخيرا إن رفض حتى الكيان المحتل مطالب أن يعود النازحين إلى بيوتهم وإلى أماكنهم. اللي نزلوا للجنوب حابين يرجعوا بيوتهم للشمال، وتم رفض هذه المطالب. مش كده وبس، لا اتعملت زي خطوط غير مرئية، من يحاول تخطي هذه الخطوط العرضية عودة إلى الشمال بيتم فورا قصفه وبيموت فورا، زي ما شفنا الأسابيع اللي فاتت كان في مجموعة من الشباب ماشيين وتم قصفهم بالصواريخ، وكان زميلهم بعديهم حاول ان هو يمشي وراهم وكذلك تم ضربه وقتله. ولغاية النهاردة بيتم نقاش ان هم ما كانوش بيهددوا اي شكل اي نوع من التهديد، هم كانوا بيحاولوا يرجعوا لبيوتهم، ولكن هي خطوط غير مرئية ومن يتخطاها بيقتل
فورا. ده ما تسيطر الكيان المحتل على الموارد أو الثروات الطبيعية، بالتالي بيحدث بناء عليها تخلف اقتصادي كبير بيعاني منه المقيمين في قطاع غزة، ولكن مع ذلك كانوا صامدين. يعني الصمود ده حتى مضايقهم، هم عايزين انه يمشوا تماما، ان هذه المنطقة يكون ما فيهاش سكان نهائي. الجسامين اللي موجودة على الأرض لن يتم استطاع التمكن إلى الوصول إليها، تكون فريسة للكلاب الضالة، ينهشوا في اللحم الجسامين حتى العظام. الأطفال وهم متعلقين أطفال رضع في بق كلب ماشي بيهم، بياخدوا على جنب علشان يفترسوا. حتى من يلجأوا إلى المستشفيات سيحصر المستشفيات وتدميرهم. حتى لو تم الإعلان عن اغتصاب النساء الفلسطينيات أو تعرضهم لتحرش أو أي نوع من الانتهاكات، لن يتم وقف هذا العدوان طالما الدول العربية المحيطة بفلسطين لن تتدخل. اللي ارتوى بدماء وبقايا أجسام الفلسطينيين سيتم الاستيلاء عليه وأخذه لإعادة استخدامه في بناء المستعمرات أو الميناء الذي قيل إنه سيقام في السنوات القادمة. الله طلعونا يا عرب، يا أمة الإسلام كلها طلعونا، اطلعوا على الشعب الغلبان، لا الأطفال لا اليتامى اللي ارتبطوا من دون أبوات، عشان النبي ابن شهيد، ما انتم ما تفتحوا تطعين عشان خاطرك يا لبنان.